السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناة صحتي الرأسمالي، معكم عادل بن شعبي. اليوم إن شاء الله موضوع مهم نجاوب فيه، لأن كاين بعض الأسئلة تطرح علي فيما يخص هذا الموضوع، إن شاء الله نحاول نجاوب على هذه الأسئلة ونفيد فيها الجميع، وهذا خاص بالناس اللي يسمعوني الآن اللي عندهم الغدة الدرقية النشطة، معناها التي أس أش تاعهم ضعيفة ضعيفة جدا، يعني أقل من 0.05، الناس اللي يلقاوها 0.01 تي اس اش و0.005، يعني فيها بزاف الاصفار بعد الصفر، فهذا دليل على ان الغده الدرقيه نشطه كثير، تشتغل كثير، فضروري اننا نعود نراقب الماكولات نتاعنا ونظامنا الطبيعي، الاغذيه تاعنا خاصه. اليوم نتكلم فقط على الاغذيه، كاين هناك امور اخرى يعني تلعب دور مع بغض النظر عن الاغذيه، هناك امور اخرى ولكن ما نطيرش في الفيديو، نتكلم فقط على الاطعمه التي تقلل نشاط الغدة الدرقية. وش هما الأمور اللي ناكلوهم ويخفضونا نشاط الغدة الدرقية؟ تعرفوا باللي اليود ينشط كثير الغدة الدرقية ويهيجها. إذا أول شيء الناس اللي يحبوا يعالجوا ينقصوا هذا النشاط اللي عندها في الغدة الدرقية ياخذوا ملح غير معالج باليود. حذرين ملح الطعام تاعكم اللي تعملوا تطبخوا به، ما تاخذوش باليود، أول شيء هو الملح. ثانيا وش هي الأطعمة اللي لازم ناكلوها؟ وهي بياض البيض. إذا الصفار ما ناخذوش، ناخذ فقط الأبيض، ما ناخذوش الصفار، الصفار راهو غني باليود. الأطعمة كذلك الأخرى هي كل الأعشاب والتوابل، ماشي إشكال فيها، وكذلك ناكل كميات معتدلة من اللحم البقري والدجاج والديك الرومي ولحم العجل ولحم الضأن، ناكل يعني بكميات معتدلة، ما نكتروش كثير، خاصة إذا كان المصدر موثوق وما يكونوش يأكلوا الهرمونات والأوميغا 6، ضروري أن يكون المصدر طبيعي لتربيتهم، ماشي فيه مركبات وأمور يعني يأكلوها غير طبيعية. ممكن كذلك الأمور اللي نأخذها باش نخفضوا كذلك من هذا الشيء، وهو العسل، العسل كذلك جيد، والمكسرات إذا كنا مكسرات ولكن بدون ملح، لا داعي أننا نزيد الملح الناس اللي يعانيوا من نشاط الغدة الدرقية، هكذا نخفضوا لها. وكذلك زبدة الجوز، إذا كان في إمكان زيت أو زبدة الجوز وعصير الليمون. عصير الليمون راهو يعني عصير ينضبط للإفراط وللخمول، والناس اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية عصير الليمون جيد لهم. هذه قائمة الأطعمة المخفضة لليود، تعرفوا الأهمية. وشي الآن الخضروات اللي ممكن نأكلوها؟ الخضروات، هذه الخضروات هي تنقص من إنتاج هرمون الغدة الدرقية وتقلل من امتصاص اليود للغدة من اليود، ولهذا هذه الأطعمة راهي ممتازة فقط للناس اللي يعانون من الإفراط. وش هي الأطعمة؟ عندنا الكرنب، الملفوف، عندنا الخردل، نحاولوا نعملوا يعني مأكولات أساسها خردل في السلطة، اللفت. الأطعمة الأخرى هي الجرجير، حذاري هذا فقط لإفراط الغدة الدرقية، الفجل، القرنبيط والبروكولي. هذه الخضروات نحاولوا أنهم يكونوا عندنا في البيت، الملفوف، الخردل، اللفت، الجرجير، الفجل، القرنبيط والبروكولي. الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، تعرفوا بأن إذا كان فيه سيلينيوم فهو يزيدنا التمثيل الغذائي لهرمون الغدة ويحافظ على صحتها، ولهذا جيد أن الإنسان يكون عنده واحد من هذه الأطعمة اللي تكون غنية بالسيلينيوم، هو الغذاء وهو مكسرات البرازيلية لنوا دو بريزيل. سمك التونة، سمك الهلبوت والجمبري الكروفات، اللحم كما سبق الذكر، المعقرونة فيها الغلوتين، معقرونة القمح، الدجاج، الأرز، البيض كما سبق الذكر، في البيض ما نأخذوش أي حاجة في البيض ولكن نأخذ بياض البيض، الفاصوليا، الشوفان، السبانخ. العنصر الموالي ضروري في أغذيتنا، نحاول كذلك نوعو ونديرو أغذية غنية بالحديد. الحديد
يساعد على تقليل نشاط الغدة الدرقية. نأخذ الحبوب، العدس، الزبيب، المحار، الفاصوليا بكل ألوانها البيضاء، السوداء، الحمراء. نأكل الشوكولاتة السوداء الداكنة، شوكولا نوار. بعد الحديد الزنك، ما ننساوش الزنك، تشمل مصادر المأكولات الحمص فيها الزنك، الكاكاو، الكاجو أنواع كاجو، الفطر لي شامبينيون، وبذور اليقطين. بذور اليقطين هي الكابويا ولا القرعة الكبيرة، هذيك اليقطين هي هذيك الكبيرة. ونأخذ كذلك ما نساوش نصيب من الدهنيات، الدهنيات الصحية واش هي؟ إذا فيه الإمكان زيت بذور الكتان، زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، زيت جوز الهند، زيت عباد الشمس. إذن كما تلاحظوا القائمة راهي غنية متنوعة، فيها مجموعة من المأكولات، التوابل، الزيوت، الخضروات، اللحوم. الإنسان يحاول يحترم هذه القائمة، يحاول ينوع منها، يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا، ويراقب إن شاء الله تحليل الدم نتاعو بعد 15 يوم. ما ينساش أنه ينقص التوتر ويحافظ على النوم في أوقات محددة، وعدد ساعات النوم تكون نفسها، وما يتوترش. ضروري أن الإنسان ما يتوترش، إذا كان فيه توتر سريع ما يضرش، لكن المزمن ليس جيد. ما نوتروش أنفسنا، ما نتنرفزوش، ما نقلوش من كذلك. عندنا من بين المشاكل تزيد في النشاط وهي القهوة والشاي، نحاولوا ننزعوا عنا هذه الأمور لأن تزيدنا تأثير. كل يعني ما هو يعني مؤثر يخلينا الإنسان يعني يتنرفز ويزيد قلق، من الأحسن أنه يبتعد على الشاي وعن القهوة. أحسن شيء أنه يشرب له أعشاب طبيعية فيها فائدة تكون أحسن وأحسن. هذا يعني كان بعجالة ملخص كل ما يمكن تأخذوه كأطعمة تعاونكم، خاصة إضافة للشيء اللي تأكلوه عادي، ولكن زيدوا هذه الأمور إن شاء الله. لا تنسوش أنكم تشتركون وتبلغوا هذا الخير للآخرين. اشتراككم راه دعم للقناة. نشكركم على حسن المتابعة، نقول لكم نلقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، موعدنا إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.